السلام عليكم أعزائنا، طلبنا أن نلتقيكم عبر شاشة فضائية العراق التربوي، ننقل لحضراتكم مادة محاسبة الشركات للمرحلة الثالثة الفرع التجاري قسم المحاسبة. طرق تخفيض، درسنا لهذا اليوم طرق تخفيض رأس المال في الشركات التضامنية. توجد أكثر من طريقة لتخفيض رأس المال، وتتوقف الإجراءات المحاسبية في السجلات على الطريقة التي يتم فيها تخفيض رأس المال، ولكن قانون الشركات لم يلزم الشركة باتباع طريقة معينة، بل إن ظروف الشركة هي التي تحدد الطريقة الواجب اتباعها، ومن هذه الطرائق ما يأتي. أولاً، تخفيض رأس المال برد جزء منه إلى الشركاء. عند إقرار التخفيض بهذه الطريقة يجعل حساب رأس المال مديناً، وإحنا قلنا حساب رأس المال هو دائن، بطبيعة الحساب هو دائنة. في حالة أنه أنا أريد أنه أخفض حساب رأس المال أجعله مديناً، فهنا أنا خفضته فجعلته مدين، وحساب البنك أو الصندوق أو البضاعة أو الموجودات دائناً. نركز على هاي، راح تكون هاي من الأساسيات في الزيادة والتخفيض. في الزيادة رأس المال دائن يبقى محافظ على طبيعته، وفي النقصان رأس المال يكون مدين. ثانية، قفل الخسائر المتراكمة في حسابات رؤوس الأموال الشركاء، ويكون القيد المحاسبي كالآتي: في حالة تولد للشركة خسائر وأريد أني أخفض رأس المال بمقدار الخسارة، أثبت هذا القيد الآتي: من حساب رأس المال الشريك سين أو رأس المال الشريك صاد إلى حساب الخسائر المتراكمة. ثلاثة، الطريقة الثالثة هي إقفال الحسابات الجارية المدينة للشركاء في حسابات رؤوس أموال الشركاء من حساب رأس المال الشريك سين ورأس المال الشريك صاد إلى حساب جاري الشريك سين وجاري الشريك صاد، في حالة تترتب على الشركاء ديون على الحساب الجاري، فأسدد هذه الديون من رأس المال، فمن حساب رؤوس الأموال إلى حساب الجاري. أما عندي الطريقة الرابعة هي إعادة التقدير الموجودات وتقييمها بما يلائم انخفاض قيمتها السوقية، ويكون القيد المحاسبي لإعادة التقدير كالآتي: من حساب إعادة التقدير إلى حساب الموجودات، هنا قدرت الموجودات بالتخفيض، ثم يغلق حساب إعادة التقدير في حساب رؤوس الأموال من حساب رؤوس الأموال الشريك إلى حساب إعادة التقدير. عندنا الطريقة الخامسة هي طريقة انسحاب الشريك في الشركات التضامنية، سوف نتناولها في الدروس القادمة. مثال: أحمد وسلوان وسرور شركاء متضامنون في شركة تضامنية، رأس مالها 100 مليون دينار موزع بينهم بنسبة 2:2:1، وأنا قلت هاي النسب إنه لازم نجمعها ونسوي المعادلة الجزء على الكل، يعني 2+2+1 هي 5، فتكون 2/5 على التوالي. وقد اتفق الشركاء على تخفيض رأس المال الشركة بنسبة 25% على أن يتسلموا حقوقهم عن طريق البنك. المطلوب إثبات القيود اللازمة لمعالجة حالة تخفيض رأس المال. عندي أنا رأس المال هو 100 مليون، أريد أخفضه بنسبة 25%، فرح أضرب 100 مليون في 25%، رح يطلع لي مقدار التخفيض اللي هو 25 مليون، مقدار التخفيض برأس المال. وهذا التخفيض اللي أنا أريد أخفضه أريد أوزعه على الشركاء حسب حصصهم في رأس المال الشركة، وكانت الحصص مقسمة على هذه النسب: 2+2+1 5 مجموع حصص رؤوس الأموال. عندي حصة الشريك أحمد 25 × 2/5، لأنه الاثنين تمثل حصة الشريك أحمد، يساوي لي 10 مليون دينار نصيب الشريك أحمد من التخفيض. 25 مليون × 2/5 اللي هي حصة الشريك سلوان،
تساوي لي 10 مليون دينار حصة الشريك سلوان من التخفيض. عندي 25 مليون في 1/5 اللي هي 5 ملايين دينار نصيب الشريك سرور من التخفيض اللي هي حصتها 1 سرور. فيكون القيد من حساب رأس المال الشريك أحمد ورأس المال الشريك سلوان ورأس المال الشريك سرور، لأنه رأس المال بطبيعته دائما أنا خفضته فأصبح مدين إلى حساب ورأس المال الشريك سرور إلى حساب البنك، وإحنا قلنا أنه نسدد التخفيض يرجع إلى حساب البنك عن طريق البنك. مثال آخر، ضياء وبهاء وعلاء شركاء متضامنون في شركة تضامنية رأس مالها 120 مليون دينار مقسم بينهم بنسبة 3:2:1 على التوالي، وقد منيت الشركة في السنوات الأخيرة ببعض الخسائر بلغ رصيدها المتراكم 30 مليون دينار، وقد اتفق الشركاء على إطفاء هذه الخسائر برأس المال الشركة، يعني أعوض هذه الخسائر من رأس المال الشركة. عندي الحصص هي 3:2:1 أجمعها هي 6 مجموع الحصص في رأس المال. عندي رصيد المتراكم مالت الخسائر 30 مليون، وأنا أريد أخفض المقدار الرأس المال 120 بمقدار 30 مليون. 30 مليون في 3/6 يساوي لي 15 مليون نصيب شريك ضياء من الخسائر. 30 مليون في 2/6 10 ملايين نصيب الشريك بهاء من الخسائر. 30 مليون في 1/6 اللي هو 5 ملايين نصيب الشريك علاء من الخسائر. وانتبه أعزائنا الطلبة أنه أنا هاي النسب أضربها في مبلغ الخسائر وليس في رأس المال، لأنه أنا أريد أغطي هاي الخسائر من الرأس المال. فيكون القيد الآتي من حساب رأس المال الشريك ضياء، رأس المال الشريك بهاء، رأس المال الشريك علاء إلى حساب الخسائر المتراكمة أنا غطيتها من رؤوس أموال الشركاء بعد تخفيضها. مثال 8، كانت أرصدة الحسابات الجارية المدينة للشركاء فهد وحسين وأمين 3/5:2 بلغت 2 مليون دينار على التوالي، وقد قرر الشركاء إقفال أرصدة حساباتهم الجارية المدينة بحسابات رؤوس أموالهم واستخدامها في تخفيض رأس المال الشركة. أنا هنا ألاحظ من أشوف تخفيض وأرد أقفل هاي الحسابات الجارية برؤوس الأموال فأوضع رأساً رأس المال في الجانب الدائن وأخلي الحسابات الجارية في الجانب المدين. الحل من حساب رأس المال الشريك فهد، رأس المال الشريك حسين، رأس المال الشريك أمين إلى حساب جاري الشريك فهد وجاري الشريك حسين وجاري الشريك أمين. مثال 9، هيمان وعلي وحيدر شركاء متضامنون في شركة تضامنية رأس مالها 150 مليون دينار توزع الأرباح والخسائر بنسبة 1:2:2 على التوالي، وقد قرر الشركاء إعادة تقييم الموجودات في الشركة نظراً لزيادة القيم الدفترية عن قيمتها الحقيقية وبالتالي تخفيض رأس المال الشركة بمقدار هذا الارتفاع، وتوفرت لديك المعلومات الآتية: المبالغ ملايين الدينار، أرصدة الموجودات بضاعة 40، الأثاث 3 مليون، السيارات 17 مليون. عندنا تقييم الموجودات وفقاً لأسعار السائدة في الأسواق، البضاعة 37 يعني هنا أنا قدرت بأقل من قيمتها المقدمة بثلاث ملايين دينار. الآثاث 2 مليون دينار يعني قدر أقل من قيمته بمليون دينار. أما السيارات قدرت ب 15 مليون دينار يعني أنا قدرت أقل من قيمتها ب 2 مليون دينار. المطلوب إثبات القيود اللازمة لمعالجة حالة تخفيض رأس المال الشركة التضامنية. الحل عندنا هنا البضاعة، أنا الرصيد عندي مالت البضاعة
ناقصا إعادة التقدير يساوي للنقصان. أنا الرصيد عندي 3 مليون ناقص مليون ين، أنا نقصان عندي مليون دينار. رح أخلي حساب الآثاث، لأن الآثاث هي بطبيعتها مدينة، من يخفض يجعل دائنا، من حساب إعادة التقدير إلى حساب الآثاث. أما السيارات الرصيد ناقص إعادة التقدير، عندي رصيدها أنا 17، قدرتها ب 15 مليون، النقصان عندي مليون ين. كون القيد من حساب إعادة التقدير إلى حساب السيارات. هنا أنا عندي أفتح حساب إلى إعادة التقدير، أرحل بالقيود السابقة ذكرت إلى حساب إعادة التقدير. يعني هنا يكون من حساب إعادة التقدير إلى حساب البضاعة، إذا أنا أريد أقرر قيد من حساب إعادة التقدير إلى حساب الآثاث، من حساب إعادة التقدير إلى حساب السيارات. وضعت هاي الأرصدة مدينة لأنه كان حساب المدينة في القيود مدينة. هنا 6 ملايين دينار مجموعها، هنا 6 ملايين دينار مجموعها، الفرق حطته هنا بالرصيد 6 ملايين دينار. وزعت مقدار التخفيض على أساس النسب، وزعت مقدار التخفيض على أساس النسب، من 1 زائد 2 زائد 2 زائد 2، هاي مقدار النسب اللي هو 5 مجموع حصص رؤوس أموال. 6 ملايين في 1/5 يساوي لي 1,200,000 دينار حصة الشريك هيمان. 6 ملايين في 2/5 يساوي لي 1,400,000 دينار هي حصة الشريك علي. 6 ملايين في 2/5 يساوي لي 1,400,000 دينار حصة الشريك حيدر. هذني حصصهم من مقدار التخفيض في الموجودات الثابتة. فأجعل خفضت رأس المال فأجعل مدين من حساب رأس المال الشريك هيمان، من حساب رأس المال الشريك علي، من حساب رأس المال الشريك حيدر إلى حساب إعادة التقدير. أجمعهم إعادة التقدير أني مقدار التخفيض 6 ملايين دينار، وهنا ثبتت قيد تخفيض رأس المال. هنا استوفينا 4 طرق للتقييم أو تقدير الموجودات والخسائر وتغطيتها في حساب رأس الأموال، أي تخفيض رأس الأموال. ننتهي درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في الدروس القادمة، دمتم على خير.